تبدأ الاستعدادات من بداية شهر شعبان لتحضير المائدة الرمضانية من تزاهيب من شربة النعناع بالدرجة الأولى والزبيب والطحلق وصبغ الزبيب والقيسي والطرشانة والجوز واللوز بهارات كبة بهارات دولمة شوربة العدس الكمون كثير مواد تستخدم في المائدة الرمضانية. السوق الحمد لله على أهب الاستعداد واليوم ازدحام السوق وإقبال الناس كله جيد والتبضع جيد والمعاميل جيدين والأسعار مثل ما هي ماكو عندنا زيادة بالأسعار. اليوم شوية بيه حركة إن شاء الله وعلى إقبال رمضان والعالم تتجول ويوم عن يوم شوية السوق يقوى والحمد لله رب العالمين. المتبضعين نحن من أهل المدينة يعني لما يجينا خارج داخل المنطقة الشمالية حركة ما تصير. نحن الأسعار مالنا كل جيدة يعني بصورة عامة بالأسواق كل زينة هنا. والجمعة والسبت هاي يصير حركة لين فتور عطل العالم تتجول تنزل اللي يسوق اللي يطمش يتفرج. والله احنا سارق لك السوق اشتغل عندنا السبت العطلة يعني أي وقت مثلا اشتغل عندنا رأس الشهر يعني بعد رأس الشهر مثلا 4 أيام اشتغل عندنا السوق زين الحمد لله والشكر. من بعد يرجع الحركة تصير ضعيفة الأسعار نفسها هي بقت ما زاد شيء تبقى على اعتماد على تذبذب الدولار وهذا شوية مرات يصير بها تفاوت شيء بسيط ما ذاك كثير يعني. ومن السبت الآن تيجي تسوق على مود رمضان يعني بعد يعني مدة لرمضان بس الحمد لله وشكر السنة ساعات تيجي تسوق اللي عنده دوام اللي عنده مثلا شغل ما يقدر ينزل بالأيام الأسبوع بس بالعطلة ينزل يسوق على مود رمضان. شلون شفت السوق؟ والله شوية مرتفعة يعني خاصة يعني أكو أسعار يعني مناسبة كلها والله مرتفعة يعني اللحم الشغلات يعني الفقير يعني صعبة يعني عليه والله صغير عطارين أكثر شيء شغلات يعني العطارية هاي شغلات بهارات هاي كلها لا ما مرتفعة العطارية إيه لا زين بس اللحم الشغلات يعني المخضر هم مرتفع نحكي كاي بصورة عامة يعني بس الأغلبية مرتفعة يعني.